بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نسجل أول درس في الماتلاب. هنحاول نتكلم في الكورس بتاعنا ده. على 3 مستويات. المستوى الأول هنتكلم فيه عن الأساسيات بتاعت الماتلاب. هنتكلم أول حاجة عن واتز ماتلاب، هو إيه الماتلاب وفكرة تاريخية عنه، وإزاي الماتلاب ده بدأ، وإيه البرامج اللي اتعملت قبليه زي اللينباك وزي الأيس باك، ومين اللي عمل الماتلاب دوت وعمله سنة كام، وكان مكتوب بلغة إيه في الأول. بعد كده هنتكلم عن بعض البيزك كوماند والأوامر الأساسية اللي موجودة عندنا في لغة الماتلاب اللي نقدر ننفذها في الكوماند ويندو. بعد كده هنتكلم عن الحاجات الأساسية اللي موجودة عندنا في الماتلاب زي التعامل مع الفيكتور والتعامل مع الماتريكس. بعد كده هنحاول نتكلم عن عمل عمليات إحصائية مع الفيكتورز ومع الماتريكس، يعني ازاي نجيب المتوسط اللي هو المين، أو ازاي نجيب الفاريانس اللي هو التشتت، أو ازاي نجيب الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، سواء بالنسبة للمتجه اللي هو الفيكتور أو بالنسبة للماتريكس اللي هي المصفوفة. طبعا الفرق ما بين الفيكتور والماتريكس إن الفيكتور بيبقى بعد واحد، بيبقى عبارة عن متجه بيتكون من صف واحد ومجموعة أعمدة، أو عمود واحد ومجموعة صفوف، لكن ماتريكس بيبقى فيها بيانات موجودة في بعدين، يعني فيها عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة. طبعا بعد ما نتكلم عن الاستاتستكس هنتكلم عن الادريسنج بالنسبة للفيكتور والماتريكس، ازاي أشاور على قيمة داخل الفيكتور أو مجموعة من القيم داخل الفيكتور على حسب المكان بتاعها، ونفس الكلام بالنسبة للماتريكس، ازاي أشاور على قيمة أو مجموعة من القيم في صف أو في عمود، او ازاي اشاور على ماتريكس داخل الماتريكس اللي موجودة عندنا، وازاي نحذف قيم من داخل الفيكتور او من داخل الماتريكس، او ازاي نعدل في قيم داخل الفيكتور او داخل الماتريكس. بعد كده هنتكلم عن الكنترول لوبس. زي اي لغة برمجة موجودة عندنا عدد من الكنترول لوبس اللي هي الاف ستيتمنت والفور لوب والسويتش والبريك. طبعا في بعض حاجات تانية موجودة عندنا في الماتلاب بس ما بنستخدمهاش كتير، اللي هي زي التراي مثلا وغيرها. اخر حاجة في الليفل الاولاني ده هنتكلم فيه عن التو دي بلوتنج اللي هو الرسم ثنائي البعد. هنشوف ازاي نرسم رسومات في الماتلاب، ودي طبعا من المزايا الرئيسية الموجودة عندنا في الماتلاب اللي احنا نقدر نعمل رسم ثنائي البعد. وهنتكلم عن بعض العمليات الرياضية اللي نقدر ننفذها بالماتلاب، وهنتكلم برضو عن الدوال المثلثية وبعض الدوال الجاهزة اللي موجودة عندنا في الماتلاب، وازاي نعمل تكامل، وازاي نعمل تفاضل، وازاي نحل مسائل النهايات باستخدام الماتلاب، وازاي نجيب السميشن، وبعض العمليات الأساسية اللي احنا بنستخدمها أو بعض الدوال الأساسية اللي احنا بنحتاجها زي دالة جاما ودالة بيتا والمضروب، ازاي نعمل الكلام ده كله باستخدام الماتلاب. بالنسبة لليفل 2 ده المفروض بنكمل فيه ال 3D بلوتنج. في الليفل الأولاني أنهينا كلامنا عن ال 2D بلوتنج، في الليفل 2 بنبدأ بال 3D بلوتنج وبنتكلم عن الأنيميشن اللي هو ازاي نقدر نرسم رسومات ثنائية البعد او ثلاثية البعد ونبدأ نحركها زي برامج 3D ماكس كده. هنتكلم بعد كده عن الديالوج بوكس اللي هي صناديق الحوار، ازاي نقدر نبني صناديق حوار او نستخدم صناديق حوار الموجودة عندنا في الماتلاب. هنتكلم بعد كده عن برامج المحاكاة. طبعا برامج المحاكاة دي او السيميولينك يعتبر برنامج كبير داخل الماتلاب او جزء كبير من الماتلاب، هي برامج المحاكاة. لذلك في اصدارات الماتلاب الجديدة بيعتبروا الماتلاب برنامج والسيميولينك برنامج. الهدف من السيميولينك ان انا اقدر اعمل محاكاة لاي نظام، اي نظام موجود عندي ممكن اعمل له محاكاة عن طريق الماتلاب. النظام ده ممكن يكون نظام اتصالات كوميونيكيشن سيستم، ممكن يكون نظام تحكم كنترول سيستم، ممكن يكون نظام خاص بمعالجة الصور ايمج بروسيسنج، او يكون له علاقة بالفيديو بروسيسنج، او له علاقة بالسيجنال بروسيسنج، او له علاقة بالفلتر ديزاين، تصميم الفلاتر والمرشحات. فالسيميولينك بيدخل في كل المواضيع تقريبا اللي بتهم المهندسين. هنتكلم بعد كده عن الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، او بنسميها بالعربي الواجهه الرسوميه للمستخدم، اللي هو ازاي نقدر نصمم شاشه والشاشه دي يبقى فيها مجموعه من الايكونز او مجموعه من الزراير، والزراير دي بتختلف على حسب انواعها، اديت بوتون وبوش بوتونز، اي نوع من انواع الزراير، ونقدر نحطها على شاشه ونقدر نبرمج الزراير دي ونبرمج الشاشه اللي موجوده عندنا دي عشان تأدي لنا الوظيفه اللي احنا عايزينها.
طبعا من المزايا اللي موجوده عندنا في الماتلاب اللي انا ممكن بعد ما اعمل البرنامج بتاعي ده احوله لبرنامج اكس اي او برنامج اكسكيوتابل، برنامج تنفيذي، وفي دوال عندنا في الماتلاب بتقوم بالوظيفه ديت، فده من النقط الكويسه اللي موجوده عندنا في الماتلاب. طبعا المزايا برضو اللي موجوده عندنا في الماتلاب، الماتلاب انا اقدر ابرمج فيه بعدد من اللغات، يعني ممكن اكتب جوه الماتلاب بلغه السي او بالجافا او بالفورتران او بلغه الماتلاب بالاضافه للايه؟ للشغل الاساسي بتاعنا، يعني نقدر نبرمج جواه بالسي وبالجافا وبالفورتران وبالماتلاب. هنتكلم بعد كده في الليفل الثاني ده عن الايمج والساوند بروسيسنج اللي هي معالجه الصور ومعالجه الصوت. هنتكلم فيه عن بعض البرامج الجاهزه اللي موجوده عندنا في الماتلاب. طبعا بالنسبه للايمج والساوند بروسيسنج هناخد عنهم بس مقدمه بسيطه في الليفل الثاني، ازاي اجيب صوره والصوره دي اقدر اقراها جوه الماتلاب، ممكن احولها من صوره ملونه لصوره ابيض واسود، ممكن احاول اجيب حواف الصوره دي او بمعنى تاني نعملها ايدج ديتكشن، ممكن نحاول نقطع اجزاء من الصوره دي، ونفس النظام مع الصوت برضو نقدر نشغل صوت جوه الماتلاب. طبعا بالنسبه للصور في الماتلاب هو يقدر يشغل تقريبا اغلب الامتدادات بتاعت الصور، لكن بالنسبه للصوت فالاصل في الماتلاب اللي هو محدود في موضوع الصوت دوت، وما بيشغلش غير ملفات صوت بامتداد ويف او بامتداد اوديو، يعني يكون امتداد ملف الصوت WAV او امتداده AU. بعد كده بالنسبه للبرامج الجاهزه، فاحنا عندنا الماتلاب يعتبر سوفت وير انفايرمنت، يعني في عدد كبير من البرامج الجاهزه اللي موجوده داخل نسخه الماتلاب. ممكن كمثال عليها احاول اجرب كده مثال بسيط، لو انا كتبت RL سي ار ال سي ديمو ار ال سي ديمو داخل ماتلاب، هيفتح لنا برنامج جاهز داخل ماتلاب بيتعامل مع الفلاتر اللي هي بنسميها الباسيف فلتر، اللي هي الفلاتر بتتكون من مقاومات وملفات ومكثفات، واقدر اغير في الديزاين بتاع الفلتر واحوله من لو باس لهاي باس او لباند باس او لباند ريجكت. اقدر اغير نوع الفلتر اللي انا عايزه، اقدر اغير التوبولوجي بتاع الفلتر نفسه، ممكن اغير الفلتر ده بدل ما تبقى الدايره اللي عندي متوصله بارل ممكن اخليها دايره متوصله سيريال، اقدر احدد البولز والزيروز عن طريق البول زيرو ماب، ممكن احدد البوت دايجرام سواء الرسمه الخاصه بالماجنتيود او الرسمه الخاصه بالفيز، نقدر نجيب الستيب ريسبونس اللي هي العلاقه اللي موجوده عندنا ما بين الامبليتيود والتايم. لو عايزين رسمة بتاعة النايكوس دايجرام موجودة عندنا، عايز اغير في قيمة المقاومة او الملف او المكثف، اقدر هنا احرك المؤشر واغير في القيم بتاعتهم واشوف تأثير الكلام ده كله على البوت بلوت وعلى البول زيرو وعلى البوت دايجرام، واشوف تأثير الكلام ده على الايه؟ على السيستم كله، واقدر اشوف الايه؟ المعادلة بتاعة ترانسفير فانكشن بتاعتنا. فده احد البرامج الجاهزة اللي موجودة عندنا في الماتلاب. لو عايزين نشوف برضو برنامج تاني بسرعة كده، فعندنا برنامج تاني اسمه مود ديمو، ده احد البرامج الجاهزة اللي موجودة عندنا في الماتلاب. ده اقدر ندخله اشارة، دي ممكن تكون اشارة سبيتش او ساين او سكوير او تريانجل، وبعد ما ندخله الاشارة دي يقدر يعمل لها موديوليشن او تعديل باي نوع من انواع التعديل، سواء اي ام موديوليشن او اي ام سنجل سايد باند سبريس كارير او اف ام موديوليشن او فيز موديوليشن، ونقدر نسمع الصوت بتاع الاشاره الاصليه، ونقدر نسمع الصوت بتاع الاشاره الموديوليتد. وبعد كده بعد ما رجعنا الاشاره وعملنا دي موديوليشن ورجعناها للاصل، نقدر نشوف الفرق ما بين الاشاره الاصليه والاشاره الايه بعد ما حصل لها عمليه استقبال. نقدر نغير في القيمه بتاعه الكارير فريكوانسي اللي هو تردد الموجه الحامله، والسامبلنج فريكوانسي اللي انا مستخدمه نقدر نغير في القيم بتاعتهم، والمحاور بتاعتنا ممكن تبقى موجوده مع التايم او ممكن نستخدم اي شكل تاني من اشكال المحاور. بالنسبه لبرامج السيميولينك في الماتلاب، لو كتبت في الماتلاب سيميولينك او اخترت من فوق القائمه الخاصه بالسيميولينك، هيفتح لي برامج المحاكاة اللي موجودة عندنا في الماتلاب عشان نعرف هي خاصة بأي تطبيقات موجودة في الماتلاب. هو طبعا دلوقتي شغال وكتب لي بيزي،
دلوقتي فتح لنا Simulink Library Browser اللي بتظهر لنا التطبيقات اللي موجودة عندنا أو البلوكات الجاهزة اللي ممكن نستخدمها في برامج المحاكاة. طبعا نلاقيها داخلة في مواضيع كتيرة جدا، منها الـ Aerospace Blockset، ومنها البلوكات الخاصة بالـ Communication System، ومنها الحاجات الخاصة بالـ Computer Vision اللي جمعوا فيها الحاجات الخاصة بالـ Image Processing مع الحاجات الخاصة بالـ Computer Vision. بعد كده عندنا الـ Control System Toolbox، عندنا الـ DSP System Toolbox. طبعا نلاقيها داخلة في مواضيع كتيرة جدا، ومن الحاجات الجديدة اللي هم عملوها في الماتلاب بالنسبة للموضوع ده اللي بقى فيه إمكانية اللي احنا ممكن نكتب أو نعمل شغل بالسيميولينك باستخدام الماتلاب، وبعد كده ممكن نحول الكلام ده للغات تنزل الكلام ده على الهاردوير. فبقى عندنا فيه إمكانية في الماتلاب اللي احنا ممكن نعمل شغل باستخدام السيميولينك ونستخدم السيميولينك HDL كودر عشان نحول الكلام ده لكود VHDL أو Verilog وننزله على هاردوير زي الـ FPGA او السي بي ال دي اللي هو احد انواع الامبيدد سيستم. ممكن نعمل شغل برضه باستخدام السيميولينك ونحوله لكود سي وننزله على مايكرو كنترولر. طبعا الماتلاب بيتعامل مع انواع معينه من المايكرو كنترولر، في الغالب هي الانواع اللي بتستخدم في نظم الاتصالات اللي هو زي موتورولا مايكرو كنترولر، وبعض الانواع الخاصه بشركه تكساس انسترومنت، يعني الانواع بتاعه البيك اللي هي خاصه بشركه مايكروشيب في الاصل الماتلاب ما بيتعاملش معاها. دي احد امكانيات الماتلاب اللي احنا ممكن نحوله للغه سي، وممكن نحوله للغه في اتش دي ال او فيرلوج وننزله على الاف بي جي اي. في برضه من الحاجات الجديده اللي هم عملوها في السيميولينك بي ال سي كودر، يعني ممكن نعمل شغل برضه باستخدام الماتلاب سيميولينك ونحوله للغه الكويك لادر او الاس اف سي او الاف بي دي او الانستراكشن ليست وننزل الشغل بتاعنا دوت على البي ال سي. يبقى اذا احنا اغلب انواع الهاردوير نقدر نتعامل معاها عن طريق الماتلاب سيميولينك. طبعا في الماتلاب برضو في امكانيه ان احنا ممكن نتعامل مع البورت بتاع الكمبيوتر، وفي الاساس بيتعامل مع البارل بورت، فاحنا ممكن نبعت داتا ونستقبل داتا عن طريق البارل بورت. من الامكانيات الكويسه اللي موجوده عندنا في الماتلاب اللي احنا عندنا ماتلاب سيستم جنريتور، بيدينا الامكانيه ان احنا نعمل سيستم يكون في جزء منه هاردوير وجزء منه سوفتوير معمول بالماتلاب، ويبدا السيستم ده يشتغل، الجزء الهاردوير يبعت داتا للجزء السوفتوير او يستقبل منه داتا، فيبقى انت كده عملت سيستم فيه جزء منه هاردوير وجزء منه سوفتوير، ده عن طريق ماتلاب سيستم جنريتور. من تول بوكس او من التول بوكس الجديده في السيميولينك اللي برضو لسه معموله حديثا اللي هي السيميولينك ار اف، اللي هي الخاصه بالراديو فريكوانسي او الخاصه بتطبيقات التعامل مع الانتنة والاتجاه المجالات وكده. فده احد التطبيقات برضو اللي معموله جديده بالنسبه للماتلاب. في برضو عندنا من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا في السيميولينك اللي هي الايمج اكوزيشن تول بوكس. الايمج اكوزيشن تول بوكس دي بتسمح لنا ان احنا عن طريق اي كاميرا واصله مع الكمبيوتر او الكاميرا اللي موجوده في اللابتوب او في اي جهاز نقدر نستقبل منها صور او نستقبل منها فيديو وننقلها للماتلاب مباشر عن طريق برنامج جاهز جوه السيميولينك. وطبعا في برنامج جاهز تاني برضو ممكن نكتب الامر بتاعه في الكوماند ويندو ويقدر يستقبل لنا فيديوهات او يستقبل لنا صور جاهزة من الكاميرا بتاعت الجهاز. يعني احنا ممكن ناخد فيديو مباشر من الكاميرا بتاعت الكمبيوتر وننقلها للماتلاب على طول. في برضو من ضمن الحاجات الكويسة اللي موجودة عندنا في السيميولينك اللي انا ممكن اصمم دوائر كهربية ودوائر الكترونية واصمم دوائر فيها مواتير، وممكن اعمل شغل ميكانيكا برضو لو احنا عايزين نعمل تطبيقات ميكانيكيه. كل الكلام ده ممكن برضو نعمله بالسيميولينك. طبعا برضو في تطبيقات النيورال نتورك لو احنا عايزين برضو الجزء الخاص بالتعامل مع الدوائر الالكترونيه والحاجات دي هنلاقيه موجود عندنا هنا. في السيم سكيب لو دخلنا في السيم سكيب هنلاقيها متقسمه
مجموعة أجزاء، في إلكتريكال وفي هيدروليك وفي ماجناتيك وفي ميكانيكال وفي فيزيكال سيجنالز وثيرمال، يعني متقسمة المواضيع كتير. لو فتحنا منها الإلكترونيكس هنلاقي في عدد كبير من السورسز، المصادر والسيمي كوندكتور ديفايسز والإنتجريتد سيركت وغيرها. فإذا عندنا تطبيقات كتير في السيميولينك. أنا كنت بحاول بس بدي فكرة عن السيميولينك عشان نبقى عرفنا يعني إيه سيميولينك. لو عايزين ناخد فكرة عن الجي او اي فممكن اكتب هنا كلمة جايد، او من فوق اقدر افتح القائمة اللي مكتوب عليها جايد، ده هيفتح لنا الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، عشان بس نعرف يعني ايه جرافيكال يوزر انترفيس او واجهة رسومية المستخدم. هيفتح لي شاشة كده، اقدر الشاشة دي احط عليها اكسس لو انا عايز اعرض فيها رسمة مثلا، او اعرض فيها فيديو، او اعرض فيها منحنى مثلا. لو انا عايز اضيف مجموعة من الزراير مثلا حاجة زي التشيك بوكس، ممكن نضيف تشيك بوكس مثلا. لو احنا عايزين نضيف بوش بوتون ممكن نضيف بوش بوتون. لو احنا عايزين نحط تكست او عنوان للبروجكت دوت ممكن نعمل له عنوان. لو احنا عايزين نعمل ايديت بوتون، سواء الايديت ده احط فيه قيم او هاخد منه قيم، تمام. فاذا نقدر نضيف الكلام ده، وبعد كده المفروض بنبدأ نبرمج الزراير دي عشان تنفذ لنا الوظيفة اللي احنا عايزينها، وبعد كده نقدر نحول الملف ده لملف تنفيذي او ملف اكسكيوتر. فده فكرة يعني ايه الجي او اي. نرجع لكلامنا بقى كده، طبعا نبقى اتكلمنا عن الفكرة عن الليفل التاني اللي المفروض هنتكلم فيه. وبعد كده بالنسبة للليفل التالت ده، فده بيبقى خاص بمعالجة الصورة او الايمج بروسيسنج. نحاول نتعمق اكتر في الايمج بروسيسنج ومعالجة الصور. بنبدأ ناخد الاول مقدمة عن انواع الصور واشكالها وايه العمليات اللي احنا بنقدر نعملها عليها، وايه الفرق ما بين الايمج بروسيسنج وما بين الكمبيوتر فيجن، نعرف ايه الفروق الرئيسيه ما بين الاثنين. بعد كده نتكلم على معالجه الصور. طبعا عندنا نوعين رئيسيين في عمليات المعالجه، يا اما بيبقى شغال على مستوى البوينت فبنسميها بوينت بروسيسنج، يا اما بيبقى شغال على ماتريكس او جزء من الصوره فدي بنسميها نيبر هود بروسيسنج. هنبدا نتكلم برضو عن السبيشال فلترز او انواع الفلترز، سواء الفلترز دي كانت في التايم دومين فبنسميها سبيشال فلتر، او ترانسفورم الدومين بتبقى فلترز في اي دومين تاني غير التايم دومين. سواء كنت مستخدم بقى اي نوع من انواع ترانسفورميشن، سواء مستخدم الفاست فورير ترانسفورم او مستخدم ديسكريت كوزان ترانسفورم او ديسكريت ساين ترانسفورم، او مستخدم ديسكريت ويفلت ترانسفورم، او اي نوع من انواع التحويلات. طبعا من اهم انواع التحويلات اللي تهمنا الفورير ترانسفورم، فهنبدا نتكلم بعد كده تفصيل اكتر شوية عن الفوريير ترانسفورم وازاي ننفذه على الصور في الماتلاب. بعد كده نتكلم على الايمج ريستوريشن، زي لو عندنا صورة وعليها شوشرة او عليها نويز باختلاف انواع النويز، ازاي نقدر نشيل النويز دي من على الصورة باستخدام طرق مختلفة او بانواع مختلفة من الفلاتر. اخر حاجة هنتكلم عليها، هنتكلم عن الايمج سيجمنتيشن، زي لو عندنا صورة وفيها معلومات ازاي نستخدم بعض الوسائل عشان نفصل بعض اجزاء من الصورة دي تهمنا. يعني مثلا كمثال احنا عندنا صورة الايد واحد، وانا عايز بس اخد الصورة بتاعت بصمة صابعه، او عندي بصمة صابعه وعايز اخد اجزاء معينة في بصمة الصابع هي دي اللي هتعرفني الفينجر برينت او البصمة بتاعت ايده. ففي الحالة دي محتاج ان انا استخدم image segmentation، او لو انا عندي صورة مثلا فيها وجوه مجموعة من الاشخاص وانا عايز اتعرف على وش واحد منهم، فالبديهي اللي انا لازم اجيب صورة وش الشخص ده الاول لوحده، وبعد كده ابدأ احاول اقارنها بالصور اللي موجودة عندي، او شوف اي طريقة من طرق التعرف عشان اتعرف عليه. يعني ده موضوع زي الفيس ريكوجنيشن. طبعا عندنا انواع الريكوجنيشن وانواع التعرف واستخدامات معالجة الصور، طبعا ليها تطبيقات كتيرة جدا وفي مختلف المواضيع، وليها شغل طبعا كتير جدا. هنكتفي في الفيديو الاولاني باللي احنا حددنا المواضيع اللي هنتكلم فيها، والفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نكمل فيه الفكرة التاريخية عن الماتلاب، والماتلاب ده اختصار لايه، ومين اللي عمل الماتلاب دوت، وكان مكتوب بلغات ايه في الاول، والشاشات الرئيسية اللي موجودة عندنا في الماتلاب، وبعد كده نبدأ نكمل الرحلة بتاعتنا مع الماتلاب. شكرا.